نرى الكثير من الناس يشيرون بأصبعهم الأوسط في حالة الغضب، وخاصة في الغرب، وهذه الإشارة قد تعرف بمعنى اللعنة أو تباً لك. وفي الحقيقة وتاريخيا هذه الحركة أو الإشارة لا تعني هذا المعنى إطلاقا في أصلها، بل تعني معنى آخر يعود إلى قصة قديمة ترجع إلى عام 1415، حيث وقعت معركة بين الجيشين الإنجليزي والفرنسي تعرف بمعركة أجينكورت. وكان الانتصار في بداية المعركة للجيش الفرنسي، وكان الفرنسيون يقطعون للأسر الإنجليز أصابعهم الوسطى حتى لا يستطيعون بعد ذلك إطلاق السهام التي كانت تنتهي بالريشة الطويلة في نهايتها، والتي كانت تعتمد على الأصبع الأوسط في الرماية وتحديد الهدف. وسرعان ما تغيرت نتائج المعركة، وتحول نصر الفرنسيين إلى هزيمة مدوية. كان الإنجليز يشيرون إلى الفرنسيين بأصابعهم الوسطى تعبيرا منهم أن أصابعهم الوسطى بخير، وأنهم يستطيعون هزيمة العدو، وأنهم يستطيعون كذلك الرماية. ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه الحركة تعبيرا عن التحدي الكبير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.